الاهلي في كل مكان. معي في هذه الاثناء كابتن محمد يوسف مدير الفني للنادي الاهلي. اخر تتويج للنادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا كان تحت قياده الكابتن محمد يوسف، واليوم الكابتن محمد يوسف بيحقق رقم قياسي تاريخي في تاريخ المشاركات والمواجهات الافريقيه للنادي الاهلي. كابتن محمد، مبروك الفوز، مبروك الرقم القياسي التاريخي اللي بيحققه النادي الاهلي النهارده في تاريخ مشاركاته ومواجهاته الافريقيه. الحمد لله، الحمد لله. طبعا انا يعني زي ما انت بتقول المباراه طبعا في دور ال 64، بس الحمد لله ان احنا ادينا بشكل كويس. اتكلمت مع اللعيبه طبعا الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول ان احنا لازم نطلع من الحاله اللي احنا فيها من المباراه الاخيره في الكاس، واشتغلنا معاهم نفسيا يوميا، والحمد لله يعني النهارده الريتم كويس. انا شايف الاداء بيأدوا بارتياحيه، الريتم بتاعهم محافظ عليه. طبعا غبنا عننا بعض اللعيبه اللي شعرت بالام او اصابات في اماكن مختلفه، والحمد لله ان احنا عندنا سكواد كويس، دفعنا بالناس كلها اللي هم يقدروا يشتغلوا ويقدروا جاهزين. وانا شايف ان احنا ادينا مباراه كويسه. يمكن زي ما انت بتقول كنت بتكلم معاهم على طول اليومين ثلاثه اللي فاتوا والنهارده وبين الشوطين ان احنا لازم ما نستكفاش، جبنا اربعه خمسه سته، نعمل ريكورد كويس ونعمل رقم تاريخي للنادي. والحمد لله هم ادوا، مبروك ليهم، وان شاء الله نفكر بقى في اللي جاي ان شاء الله، الدور اللي بعده ان شاء الله. كابتن محمد، خلال متابعه المران الاهلي في الايام اللي فاتت وكنت متواجد في المران، لاحظت من كلام حضرتك، ويعني انا كنت شايف بتركز على العامل النفسي، ركزت جدا مع صلاح محسن على العامل النفسي، مع محمود متولي، مع قفشه، مع احمد فتحي، كله بنجن ثماره النهارده في ارض الملعب. هو طبعا انت لما بيكون لعيب بعيد عن الملعب بقاله فتره، صلاح محسن بقاله فتره بعيد، فطبعا محتاج ثقه ومحتاج ان انت تدعمه نفسيا وتكلمه. النهارده سيبته 90 دقيقه كلها، اديته ارتياحيه. صلاح من نوعيه اللعيبه اللي ما بتسيبه او ما تديلوش تعليمات كتير، فبيبدا يشتغل ويبدا يعمل فعاليه مع زمايله. زي ما انت قلت يعني احنا النهارده برضو كنا ظروف مساعدانا، قفشه خد 90 دقيقة، صلاح محسن خد 90 دقيقة، جونيور أجي خد 90 دقيقة، أحمد فتحي خد 90 دقيقة، في لعيبة كتير، محمود وحيد برضو خد 90 دقيقة، فالمجموعة الكبيرة دي بقى لها فترة كانت بعيدة عن الماتشات، وإحنا يعني كان مهم إن هم يرجعوا يعني ويلعبوا، لأنه لعيبة كويسة ولعيبة تقدر مع زميلها تساهم بشكل قوي يعني. محمد، بعض النقاط الفنيه اللي شفناها في ارض الملعب النهارده، في تحرر من لعيب النادي الاهلي، لا مركزيه في الاداء الهجومي، من فتره طويله ما شفناش النادي الاهلي بيحضر في اي جزء في الملعب، شايفين تحضير في الشق الدفاعي، تحضير في نص الملعب، والامر المهم جدا يعني اللي وانا حريص عليه عدم هبوط ايقاع لعب النادي الاهلي على مدار 90 دقيقه. يعني انا مش عايز ابالغ قوي او نتكلم، انا هي شخصيه النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي دايما بتلعب لمسه ولعبه، بتلعب يا اما لمسه يا اما لمسه ولعبه، الريتم مفيش تفكير كتير، يعني مفيش حد يمسك كرة كتير عشان ما نديش فرصة للمنافس ان هو يبدا يضغط او يبدا يقفل الثغرات اللي عنده. بس انا هو ده اللي انا اتكلمت معاهم عليه، يعني انا اتكلمت معاهم ان نلعب بشخصيتنا، شخصية النادي الاهلي اللي هي او فريق النادي الاهلي اللي هو لمسة ولعبة او لمسة واحدة، الريتم عشان نحافظ على الريتم اثناء ال 90 دقيقة كلهم، وحتة الضغط ان احنا نضغط. فهم نفذوها طبعا. الاستحواذ مهم جدا، لان النادي الاهلي دائما مع اي جيل او مع اي فترات تدريب او مدربين لازم حته الاستحواذ دي بتبقى مهمه جدا يعني. بس كابتن محمد يوسف واحد من ابناء النادي الاهلي، وقت ما الاهلي بيحتاجه دايما الكابتن محمد يوسف بيقول انا ابن من ابناء النادي الاهلي وانا موجود. الحمد لله، الحمد لله. يعني انا مش عايز اتكلم في النقطه دي، يعني المفروض ان اتكلمنا فيها كتير، والحمد لله ان احنا ماشيين. يعني خدنا الدوري، خسرنا كاس، طبعا مش امنيه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي انه يعني يكسب بطوله واحده في الموسم، لكن اوقات كره القدم بيبقى فيها فترات بتظبط فيها، بتعدل حاجه، بتبني حاجه، لكن الحمد لله في النهايه احنا النهارده يعني عشان ما نتكلمش على اي حاجه، النهارده فوزنا فوز كبير، فوز يدي ثقه عن الماتش اللي فات، ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. محمد، كان في رسائل تحفيزيه من جماهير النادي الاهلي للاعبين بضروره احراز اللقب الافريقي، قدرت حضرتك والجهاز الفني انت تحفز مع اللاعبين قبل انطلاق المباراه بضروره الاستجابه لنداء الجماهير النادي الاهلي؟ هو ما انا بقول لك، انا اتكلمت مع اللعيبه ان احنا عندنا مباراه بعد اربع ايام او خمس ايام من خروجنا من الكاس، المباراه دي لازم تبقى هي السبب ان احنا نخرج من الوضع اللي احنا فيه.
ادوا بشكل كويس، ركزوا، روحهم القتاليه كويسه. انا شايف ان هم بيادوا 90 دقيقه، لان انا كلامي معاهم بصرف النظر عن النتيجه، سواء انت جايب اربعه او خمسه او سته، ادي ال 90 دقيقه كلهم برتم كويس، برتم احترافي، بشخصيه لاعب محترف، وهم ادوا الكلام ده. الجمهور طبعا مشكور انه جه وحضر، اتمنى ان يبقى في اكبر عدد كمان من كده، ويبقى مباراه افريقيا والدوري وكل المباريات بتاعت النادي الاهلي، الجمهور بالنسبه للنادي الاهلي يعني سبب رئيسي في الفوز بالبطولات وتالق النادي الاهلي وكل فرق افريقيا بتعمل حساب للنادي الاهلي عشان بطولاته وعشان جمهوره. عارفين جمهوره في استاد القاهره او اي استاد بيلعب فيه في مصر بيبقى ليهم دور كبير يعني. بس نشكر حضرتك، اتمنى التوفيق وان شاء الله مشوار موفق للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. شكرا، ربنا يخليك. مشكور كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي بعد